من طهران ينضم إلي مراسل العربي حسام دياب. حسام، ما تفاصيل التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية عرقشي من سلطنة عمان، وكذلك أصداء العقوبات التي فرضت على إيران اليوم؟ ظاهر يعني في ظل الانتظار الإيراني لرد إسرائيلي لم يبدأ بعد، يبدو بأن الجبهات تفتح من عدة أماكن وعدة نقاط في العالم، وكأنه وبحسب الإيرانيين طبعا نوع من تصفية الحسابات مع طهران. استيقظ الإيرانيون اليوم على مجموعة أو جملة من العقوبات الجديدة سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو حتى من بريطانيا. العناوين التي طرحت من خلالها هذه العقوبات ربما مكررة أو تعرضت إيران من خلالها لعقوبات خلال الفترات السابقة، لكن طبيعة هذه العقوبات من حيث الشكل والحجم ودرجة التأثير ربما مستقبلا هي ما تؤثر، والتي بحسب التحليلات الإيرانية التي خرجت اليوم يبدو بأن الغرب بالدرجة الأولى والاتحاد الأوروبي أيضا قلق جدا من البرنامج الصاروخي الإيراني بعد الضربة الإيرانية، ضربة الوعد الصادق الأولى والثانية لإسرائيل، وقدرة ربما الصواريخ الإيرانية على النفوذ إلى الداخل الإيراني الإسرائيلي وضرب منظومات دفاعية كانت تتفاخر فيها إسرائيل لسنوات طويلة ضمن القبة الحديدية. ضمن ما جاء في هذه العقوبات وبحسب القائمة التي خرجت سواء من بريطانيا أو من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حوالي 7 شخصيات و7 كيانات، منها 3 خطوط جوية وأيضا قائد الأمن الجوي في الجيش الإيراني، وهذا ربما سيؤثر على حركة الطيران بين إيران وبين أوروبا في ظل حركة الطيران المستمرة والتي تغطي نحو 10 أو 15 عاصمة تجوبها الطائرات الإيرانية، عاصمة أوروبية تجوبها الطائرات الإيرانية أسبوعيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بريطانيا فرضت أيضا عقوبات على 7 شخصيات و7 كيانات إيرانية، أغلب هذه الشخصيات هي من الجيش الإيراني هذه المرة، إضافة إلى منظمة الفضاء الإيرانية. اللافت في مجمل هذه العقوبات من بريطانيا أو من الاتحاد الأوروبي أنها ركزت هذه المرة على الجيش الإيراني، قادة الجيش وشخصيات تقول هذه العقوبات بأنها متعاونة مع برنامج تطوير الأسلحة، الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، وحتى على مستوى تصدير الأسلحة إلى روسيا للمشاركة في الحرب الأوكرانية. على مستوى التصريحات، إيران ترفض هذه العقوبات جملة وتفصيلا وتعتبرها نوع من التصعيد في وقت حساس للغاية. عباس عراقشي يوم أمس على هذه النقطة بالتحديد وبالتزامن مع الخبر الذي أتى عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم إسرائيل بمنظومة ثاد الدفاعية، قال بأن إن كان الغرب يبحث عن حجة جديدة للضغط على إيران لتمرير أسلحته إلى إسرائيل فعليه ترك الملف الأوكراني جانبا، بمعنى أن هذه العقوبات أو استخدام الملف الأوكراني بات غير مرغوبا لدى الإيرانيين في ظل النفي المستمر من قبل طهران عن مشاركتها في الحرب الأوكرانية. أما فيما يتعلق بنقطة العقوبات أو وقف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيبدو بأن المشهد ضبابي بين طهران وبين واشنطن حتى اللحظة، ولا أحد يعلم كيف سيكون المشهد خلال الفترة المقبلة. نعم، حسام دياب مراسل العربي من طهران، شكرا لك.